بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، من كتاب حشية الشيخ إبراهيم البيجوري على شرح ابن قاسم الغزي على متن الغاية والتقريب للقاضي أحمد أبي شجاع الأصفهاني في فقه السادة الشافعية رحمهم الله تعالى، ونفعنا الله بعلومهم وعلوم مشايخهم وتلامذتهم وبإمامهم في الدارين، آمين. كنا في المجلس الماضي تكلمنا على أحكام القذف واللعان، القذف واللعان، وهي من متعلقات كتاب النكاح. يعني كتاب النكاح له تعلقات كثيرة، منها الطلاق ومنها الظهار ومنها الرجعة، كل دي أشياء متعلقة من باب واحد وكتاب واحد. وبعدين من ضمن متعلقاتها أيضا اللعان والقذف. لو وجد رجل أن امرأته حامل من غيره، لو سكت ينسب الولد اللي بطنها له، وهو مش عايز ينسبه لي لأن الولد للفراش. أو وجدها مع رجل آخر في حال ارتكاب فاحشة، لو خرج يجيب شهود يكونوا خلصوا ومشوا، ولو اتكلم هيقذفوه، يعني يجلدوه 80 جلدة عشان قذف. طب ايه الحل؟ فربنا عمل لنا حل، ايه؟ وهو ان يلاعنها. ونزلت الايات الملاعنة في سورة النور، ان الرجل يقدم قضية امام القاضي ان زوجته فعلت الفاحشة، وانه لو تم حمل بناء على هذه الفاحشة أن ما في بطنها ليس ابنه. فالقاضي يحدد مجلس يسموه مجلس الملاعنة، يكون في مسجد في حضور جمع من الناس الصالحين، ويكرر اليمين على المنبر، ويكون بعد العصر. كل ده تغليظ، علشان كمان يخاف أنه يكذب، تغليظ بالمكان والزمان وبالحضور وبالتكرار. شوف قد ايه تغليظ، لان الواحد يخاف يحلف كذب في الجامع، ممكن يكذب في الشارع مش مشكله، يجي الجامع يخاف، وبعد العصر يخاف اكتر، دعاء مستجاب، وعلى المنبر يخاف اكتر، وقدام الناس الصالحين برضه يخاف اكتر. يقوم ربنا يجمع له كل ده علشان يعمل في حضور هؤلاء، علشان ما يقولش كده ويلاعن الا لو كان متاكد 100%. ففي هذا الحال يقف على المنبر ويحلف 4 أيمان، كل يمين مقابل شاهد، لأن الزنا يثبت ب4 شهود. فهو يحلف 4 أيمان إنه صادق وأنها زانية، ولو كانت حامل وما في بطنها ليس ابني، كويس. ويجي في 5 دي تأكيد للأربعة، تأكيد للأربعة وليست يمين منفصل، 5 ده تأكيد للأربعة، إن إيه غضب الله عليه إن كان، أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، وقدم اللعنة على الغضب. وهي الزوجة لو ما قامتش تعمل زيه يقام عليها حد الزنا، لو امتنعت يبقى ثبت عليها حد الزنا. والزنا إذا ثبت على امرأة متزوجة أو رجل متزوج حدهم إيه؟ الرجم إلى الموت. فهي عشان تدرأ عنها العذاب اللي هو حد الرجم، تقوم تطلع تقف على المنبر في نفس المجلس أو في مجلس آخر على حسب كانت موجودة أو غيبة، وتحلف 4 أيمان إنه كذاب، والخامس إن غضب الله عليها، أن لعنة، أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. لو تم بقى اللعان بهذه الصورة هينبني عليه 5 أحكام وأكثر. إحنا النهاردة هنتكلم على ما ينبني عليه حكم اللعان.
هيتفرع على هذا الأمر بقى 5 أحكام هتنبني عليه. هو ده موضوع درس النهارده. اللي فات ده ملخص للي ما حضرش الاثنين اللي فات. هنا بيقول ايه بقى؟ ويتعلق بلعانه، اي الزوج، وان لم تلاعن الزوجه، يعني حتى ولو لم تلاعن الزوجه الاحكام دي هتتعلق سواء الزوجه لعنت او لم تلاعن، لان لعدم وجودها او لرفضها او لغيابها او حتى لايه؟ لاي عذر من الاعذار. هينبني عليه 5 أحكام. احدها سقوط الحد، اي حد القذف للملاعن. هو لو لاعن، لو ما كانش لاعن كان هيجلد 80 جلدة، لانه قذف محصنة. لو لاعن يبقى يسقط عنه حد القذف، يبقى مش هيجلد خلاص. واضح؟ دي اول حاجة، اي حد القذف للملاعنة عنه ان كانت محصنة. مش شرط تبقى محصنة، والإحصان يعني بيبقى منها الحرية مثلا، يعني لو كان متزوج أما ولاعنها مش هيقذف عليها، مش هيجلد فيها حد قذف، لأن يشترط في الإحصان الحرية والعفة والإسلام. إن كانت محصنة، وسقوط التعزير عنه أيضا ليه العقوبة، لأن قد تكون العقوبة تعزير، والتعزير هو عقوبة غير مقدرة شرعا يراها الحاكم تكون مناسبة للجريمة، مع حد القذف اللي هو المحدد شرعا اللي هو 80 جلد. كويس؟ هيسقط عنه الاثنين، التعزير والعقوبة والايه والجلد يعني. إن كانت محصنة، وسقوط التعزير عنه إن كانت غير محصنة. والثاني وجوب الحد، تاني حاجة وجوب الحد عليها. لو لم تلاعن هيقوم عليها الحد، ليبقى ثبت عليها الجريمة، وإلا ليه امتنعت إنها تحمي نفسها إلا تكون هي معترفة ضمنا. يبقى إيه؟ الثاني وجوب الحد عليها، أي حد زناها مسلمة كانت أو كافرة، يعني حتى لو متزوج كتابية ورفضت إنها تلاعن يبقى ثبت عليها حد زنا. لو هي هتلاعن وهي حائض ما تدخلش المسجد، تلاعن على باب المسجد، واخد بالك؟ لأن الحائض لا تدخل المسجد. يبقى هي يجب عليها الحد، ولو كانت إيه؟ إن امتنعت، لأنه يبقى ثبت زناها مسلمة كانت أو كافرة إن لم تلاعن. والثالث زوال الفراش، اللي هو حكم الزوجية، ولا يسمى طلاق على فكرة، يسمى فسخ. فسخ يبقى إيه؟ الانفصال اللي يتم بعد الملاعنة اسمه فسخ وليس طلاقا، زي بالظبط كأنها أخته من الرضاعة. لو واحد تزوج ووجد ان اتضح ان اللي تزوجها دي أخته من الرضاعة، يفسخ العقد في الحال، ما نسموش طلاق بقى، لانه ده لم ينعقد، ده فسد العقد. كويس؟ فالملعنة كذلك يفرق بينهما على التأبيد، يفرق بينهما على التأبيد. والتفريق عنوانه فسخ وليس طلاقا، وإن كان حكمه حكم الطلاق الباقي. واضح؟ عبر عنه المصنف هنا بكلمة زوال الفراش، وعبر عنه غير المصنف بالفرقة المؤبدة، وهي حاصلة ظاهرا وباطنا، وإن كذب الملاعن نفسه. يعني افرض هو بيحلف كذب، هيبقى القاضي هيحكم بإيه؟ بزوال الفراش او البينونة الكبرى بينه وبين زوجته. لكن هل باطنا تبقى مش حرام عليه ولا لا؟ لانه شايف نفسه انه كذاب. يقول لك لا، حتى لو شايف نفسه كذاب تحدث الفرقة ظاهرا وباطنا، وحتى لو رأى نفسه انه كذب. خدت بالك؟ وان كذب الملاعن نفسه. والرابع نفي الولد عن الملاعن، يبقى نفي النسب خلاص. يبقى الولد ده اللي ببطنها مش ابنه، سواء بقى الولد ده كان ذكر او انثى. ما هو ولد مش معناه بوي، مش معناه ذكر، ولد يعني مولود. فهمت ازاي؟ يبقى الولد في لان في لغه العوام المصريين يقول لك ولد ولا بنت، مش كده برضه؟ لا، هي ولد هنا يعني مولود، سواء كان ذكرا او انثى، فينتفي النسب بينه وبينها. وبالتالي
يبقى لما يتم الفرقة لا نفقة له عليه. يعني لو هي أصلا حامل منه وطلقها، هينفق عليها حتى تضع حملها؟ لأن اللي في بطنها ده منه، هنا بقى اللي في بطنها مش منه، يبقى لا يجب عليه النفقة ولا ينفق عليها وهي حامل، ولا هو اللي هيولدها، ولا ليه دعوة خالص، ولا هو اللي هيرضع الواد ويدفع تكاليف الرضاعة، ليش دعوة بيه، ما يعرفوش. فهمت؟ يبقى هيسقط النسب ويسقط النفقة كمان عليه. والرابع نفي الولد عن الملاعن. لكن الملاعنة، الملاعنة بقى، والملاعنة تنفع بفتح العين وكسرها، اللي هي المرأة ابنها ما في بطنها منسوب ليها ويورثها، ده خلاص لازق فيها ما تقدرش تنفيه عنها، هو ابن الأم، واخد بالك؟ لكن بالنسبة للأب لا. ولو ولدت اتنين وتلاتة برضو منفيين، مش نقول ده ود من ماء الزنا والتاني من ماء الزوج، لأن الرحم عادته في العادة المستقرة أنه إذا امتلأ بمني رجل يمتنع أن يمتلئ بمني آخر، خلاص ما ينفعش يبقى إيه يتكون نطفتين في وقت واحد من منيين. فلو انجبت حتى توأم تلاتة اتنين تلاتة أربعة، كل دول مش ولاده، واضح؟ يبقى نفي الولد عن الملاعن. أما الملاعنة فلا ينتفي عنها نسب الولد طبعا، لأن ده ابنها في بطنها. والخامس التحريم للملاعنة على الأبد، حرمة تأبدية. يعني ما ينفعش بعد سنة واتنين وعشرة يقول إيه أما اتجوزها تاني، يمكن تابت وبقت كويسة، أو أنا كان عيني زغللت وما خدتش بالي وافتكرتها هي وطلعت إيه واحدة الخدامة بتاعتنا أصلها شبه مراتي وكانت نايمة على الفراش بتاعها وأنا اختلط عليا. الكلام ده ما ينفعش، حرمة على التأبيد، فيش اختلط عليه ولا ما اختلطش عليه، واضح؟ يبقى ما يرجع لهاش أبدا، ولا حتى في الجنة ولا في الآخرة، ولا هيعرفها ولا هيقابلها، لا في الدنيا ولا في الآخرة، حرمة تأبيدية. الخامس التحريم للملاعنة على الأبد، فلا يحل للملاعن نكاحها ولا وطئها حتى بملك اليمين، حتى لو ضرب عليها رق وراح هو اشتراها من السوق ما ينفعش برضه يطأها بملك اليمين. ولو واحد اشتراها من السوق وهي رقيقة واهداها له هدية وبقت ملك يمينه برضه لا يجوز له أن يطأها، يعني خلاص حرمة على التأبيد. فهمت ازاي؟ على أي وجه من وجوه الاستمتاع، سواء بملك اليمين أو بإيه، بالزواج. ولو كانت أمة واشتراها في وفي المطولات زيادة على دي الخمسة، منها سقوط حصانتها في حق الزوج وتبقى غير محصنة في حق الزوج. يعني لما يجي يقول تاني لفلانة كانت زنت من كام سنة عليها وهو كان لاعنها، ما يقامش عليه حد الزنا، حد القذف. فاهم؟ لأن خلاص هي في نظره أمام الشرع والقانون طالما لاعن غير محصنة بالنسبة له. لكن لو جارها قال عليها ده زوجها لعينها دي ست زانية، يجيبوه من شعره يجلدوه. فهمت ازاي؟ يبقى هي تفضل محصنة امام كل الرجال الا هو، هو بس يسقط حصانتها امامه، خدت بالك؟ في حق الزوج ان لم تلاعن حتى لو قذفها بعد ذلك بزنا لم يحد، ان لم تلاعن، لكن لو لعنت، واخد بالك؟ في حق الزوج ان لم تلاعن حتى لو قذفها بعد ذلك بزنا لم يحد، ويسقط الحد عنها بان تلتعن، تسقط الحد عنها بانها تلاعن الزوج بعد تمام لعانه، فتقول في لعانها ان كان الملاعن حاضرا اشهد بالله ان فلانا هذا وتشاور عليه لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا، وتكرر الملاعنه هذا الكلام 4 مرات، وتقول في المرة الخامسة من لعانها بعد أن يعظها الحاكم أو المحكم بتخويفه لها من عذاب الله في الآخرة وأنه أشد من عذاب الدنيا، وعلي غضب الله إن كان من الصادقين فيما رماني به من الزنا، وما ذكر من القول المذكور محله في الناطق. أما الأخرس، الأخرس هيلاعن إزاي؟ بالإشارة المفهمة. لو واحد أخرس يلاعن بالإشارة المفهمة، ولو أبدل في كلمات اللعان لفظ الشهادة بالحلف كقول الملاعن أحلف بالله، أو لفظ الغضب باللعن عكس، يعني الرجل يقول لعنة والمرأة تقول غضب، لو عكسوا يبقى دي ما تصحش عليه يعيدهم تاني. ولو قال لعنة الرحمن بدل الله يبقى ما ينفعش، لازم لعنة الله، ما يبدلهاش أي لفظ،
ياخدها بنص الايه زي ما نص الايه كده، ما يبدلش اي الفاظ. التفاصيل دي طبعا في مذهب الشافعيه، في مذاهب اخرى لك لو ابدل لفظ مكان لفظ لكن يؤدي نفس المعنى ماشي، لكن ده منه حكم مغلظ. فالشافعيه تشبثوا بحتى نفس الالفاظ بحيث لا يغير. فيلاعن باشاره مفهمه للاخرس، ولو ابدل في كلمات اللعان لفظ الشهاده، هو يقول اشهد بالله، لو احلف بالله استبدل لفظ الشهاده بلفظ الحالف ما ينفعش، اقسم بالله ما ينفعش، لازم يقول زي القران ما قال. كقول الملاعن احلف بالله او لفظ الغضب باللعن او عكسه، كقولها لعنه الله وقوله هو غضب الله علي، او ذكر كل من الغضب واللعن قبل تمام الشهادات الاربع لم يصح في الجميع. دي خلاصه ايه ما بقي في هذا الباب. هنشوف كلام الشيخ البيجوري تعليقا على هذا الكلام. الشيخ البيجوري بقى بيفتح الكلام شوية، ودي وظيفة الحواشي. الحواشي انها ايه، تفتح الكلام وتقول بعض التفاصيل التي لم تذكر في اثناء الشرح. يبقى عندنا حاجة اسمها متن، وبعدين شرح، وبعدين حاشية، وبعدين فوق الحاشية تزييل. ساعات كمان الحاشية نفسها يعمل عليها اضافة يسموها تزييل. كويس، يعني ايه، علشان احيانا تبقى في كلمه غير مفهومه او جمله فيجي واحد يزيل عليها، يعني يعمل عليها هامش على الحاشيه. فاحنا هنا هنشوف الحاشيه ايه الايه. يقول ويتعلق بلعانه اي يترتب عليه ولو بلا حكم قاضي، بلا حكم قاضي، وان كان كاذبا فيه، وان لم تلاعن الزوجه فلا يتوقف على لعانها. خمسه احكام، سيشير الشارح الى عدم حصر الاحكام المترتبة على اللعان في الخمسة التي ذكرها المصنف بقوله وفي المطولات زيادة على هذه الخمسة. قول أحدها أي الخمسة أحكام سقوط الحد، لو قال سقوط العقوبة لشمل التعزير الذي ذكره الشارح، وقوله للملاعنة أو الملاعنة تنفع الاثنين، ممتحنة وممتحنة، مجادلة مجادلة، تنفع الاثنين، اسم فاعل واسم مفعول صحيح في الحالتين. أي وللزاني الذي قذفه بها إن ذكره في كلمات اللعان، وإلا فلا يسقط عنه، لكن له إعادة اللعان وذكره فيه ليسقط عنه، فإن لم يفعل حد لأجله. بل إذا لم يلاعن الزوجة ليلاعن الزوجة وجب عليه حدان، حد للزوجة وحد للمقذوف. يعني هو لو لاعن وذكر الرجل اللي كان معاها ولاعن يسقط عنه الاثنين، لو ما لعنش وذكرهم الاثنين هيجب عليه حدين، حد للزوجه وحد الايه؟ الراجل اللي قذفه بها. واذا حد للزوجه بطلبها فطالبه المقذوف به بالحد فله اللعان له ويسقط به حده وتتأبد به حرمة الزوجة. بل لو ابتدأ الرجل فطالبه بحد قذفه فله اللعان. يعني افرض ان هو ذكر هذا دون ان يلاعن، ان زوجته زانت مع فلان وما عملش حد لعان لان بان لا انها مش حامل، فقال انا اطلقها وخلاص من سكات، ويا دار ما دخلك شر، ما هي كده كده هي مش حامل، لان اللعان هينفي النسب وهي مش حامل، فمفيش داعي للفضايح، اما نطلعه ونخلص. فهمت؟ فبان كده، قام التاني اللي اتذكر اسمه رفع قضيه عايز ايه، يقام حد القذف على هذا الرجل اللي قذفه في هذه الزوجه. لو هو يريد ان هو يسقط عن نفسه حد القذف يلاعن في الحاله دي. فهمت بقى؟ عشان يسقط عن نفسه حد القذف، والا هيتجلد. واضح؟ لان احنا قلنا الملاعنه دي يعني الافضل ان هو يطلق من سكات ويخلص لو ما كانش بان حمل عشان ما تبقاش فضايح ويخلص، لان العلاقه بينه وبينها هي كلمه، يطلقها وخلاص ويقطع علاقته بيها ومع السلامه. لكن احيانا يضطر الرجل للعان عشان ينفي النسب، لو بان انها حامل عشان ما الواد ده اللي في بطنها الولد ما يورثوش وتختلط الاحكام والانساب ويبقى اخو ولاده وهو مش اخوهم، وتنبني عليها احكام كثيره بعد كده، فهو مش عايز الاحكام دي تحصل. لو تضاعف الوقت دوت يجوز ان هو يتزوج
يتزوجها بعد كده ولا هياخد احكام؟ لا، طالما ما لعنش يبقى يجوز انه يزور لها. السبب مع ان السبب واحد. بس هو ما لعنش، ده طلق، الفرقة تمت بالطلاق، بشرط ما يكونش الطلقة التالتة يعني. لو كانت الطلقة التالتة وتزوجت غيره وبعدين طلقها، ممكن كمان يتجوزها تاني، بس فين النفس؟ مش هيجيله نفس. قال هو فرض جدلي عليا. دكتور معلش، طب الستر في حقه افضل ولا اظهار الحقيقه افضل؟ الايه؟ الستر في حق الرجل. لا، الستر افضل طبعا، الستر افضل. من ستر مسلما ستر الله في الدنيا والاخره. هو الشرع عمل اللعان مخصوص عشان ينفي النسب اكتر من انه يفضح المراه. يعني هو مش مقصود هو فضيحه المراه قد ما هو نفي النسب اللي في بطنها بس، علشان هينبني عليه اختلاط انساب، واختلاط الانساب بينبني عليه احكام كثيره بعد كده في الشرع، تغير احكام كثيره. امال من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والاخره امتى؟ وانت هتستر المسلم اللي اذا كان في حال يعني رديه؟ ما هو المسلم اللي في حال يعني كامله مش محتاج ستر اصلا، فمعناه تستره يعني في حال معصيه. والحديث المعروف، الرسول صلى الله عليه وسلم لما بيسال الرسول صلى الله عليه وسلم: لو رايت رجل يزني بامراه يا رسول الله، هل اذهب واتي بشهود ولا اعمل ايه؟ قال: ان تسترهما بطرف ثوبك افضل لك. شوف قد ايه الى هذه الدرجه. يبقى الدين بتاعنا قايم على الستر، وعلى ان تفتح المجال للانسان انه يتوب وانه يرجع الى الله، ما تيأسوش من حاله. بخلاف طبعا الجماعه اياهم اللي هم خدوا العلم بطريقه العنف، وابرزوا الدين انه هو يعني متشوف لاقامه الحدود وللجلد وقطع الايادي وإراقة الدماء، لما كرهوا الناس في الإسلام. الإسلام مش كده، الإسلام كده في ذهنهم هم، لكن الإسلام بتاع ربنا حاجة تانية، رحمة. وتتأبد حرمة الزوجة، بل لو ابتدأ الرجل فطلبه بحد قصفه اللي هو الرجل الثاني، فله اللعان له أيضا على الأصح من وجهين، بناء على أن حقي يثبت أصلا لا تبعا، ولا يلاعن المقذوف به، لأنه لا يثبت الزنا بهذا اللعان. يعني المقذوف به، واخد بالك، ما ينفعش هو يلاعن اللي هو الراجل الزاني، يعني ما ينفعش هو اللي يقف على المنبر ويقول والله ما، لا ما ينفعش. فهمت؟ وإنما فائدة سقوط الحد عن القاذف وقوله عنه، أي عن الزوج القاذف لها. قوله تقدم أنه لو عبر المصنف بالعقوبة، إن كانت، قوله إن كانت أي الزوجة محصنة، قد تقدم ضابط الإحصان في الكلام على القذف قبل كده. وسقوط التعزير عنه، تقدم أنه لو عبر المصنف بالعقوبة لشملت التعزير، لكنه عبر بالحد وهو لا يشمله، فلذلك زاده الشارع. قوله إن كانت أي الزوجة غير محصنة، أي صغيرة، كصغيرة ورقيقة. والعبرة في الحد والتعزير بحالة القذف، فلا يتغيران بحدوث عتق او رق او اسلام في القاذف او المقذوف. يعني العبره بحاله ساعه ما قذف، مش بحاله اللي تغير ساعه ما بيقول القسم. افرض لما بيقول القسم ضرب عليه الرق، او هي ضرب عليها الرق، او اي حاجه، ملوش دعوه، يثبت، لان هو لما قذف كانت الاحوال كده. لو تغيرت الاحوال بعد كده مش مشكله. واضح؟ والثاني وجوب الحد عليها، لقوله تعالى ويدرأ عنها العذاب. ما هو ربنا يكون يقول ويدرأ عنها العذاب، دليل ان وجب عليها العذاب بالايه؟ بالايمان الاولى. وعشان هي تدرأ عنها العذاب اللي هو إقامة الحد، تحلف أربعة والخامس عشان يدرأ عنها العذاب. وقول أي حد زناها، أي الذي ثبت بلعانه. وقول مسلمة كانت أو كافرة تعميم في وجوب الحد عليه، إن لم تلاعن، هذا قيد في الحقيقة لاستمرار الوجوب لا لأصله، لأنه يجب الحد عليها بلعانه، ثم إن لعنت سقط عنها كما سيذكره بقوله ويسقط الحد عنه. والكلام هنا في أصل الوجوب، فلذلك قال المحشي لو أسقطه لكان أولى، ويجب أنه قيد في محذوف والتقدير، ويستمر وجوبه عليها إن لم تلاعن. والثالث زوال الفراش، أي فراش الزوج عنها لانقطاع النكاح بينها.
والمراد بالفراش هنا الزوجية، وبزوال انفساخها فهي فرقة انفساخ كالرضاع لحصولها من غير لفظ، من غير لفظ طلاق يعني ولا خلع، فيبقى هي ايه؟ فرقة انفساخ. وعبر عنه أي عن زوال الفراش، وقوله بالفرقة المؤبدة فيه أن التأبيد لا يعلم من قول المصنف وزوال الفراش، وإنما يعلم من قول والتحريم على الأبد. والمراد بالفرقة البينونة، ويترتب على ذلك أنه لا نفقة لها ولو كانت حاملا لنفي الحمل عنه إذا نفى الحمل بلعانه كما جزم به في الكافي، وعدم التوارث أيضا بينهما، وجواز تزوجه أربعا سواها في الحال ملاش عدة. يعني لو هي الزوجة الرابعة ولاعنها ما يستناش بقى عدتها عشان يتجوز الرابعة، لا ده ممكن يتجوز تاني يوم على طول. ومش كده وبس، وممكن كمان يتجوز وهي في العدة بأختها وبخالتها وبعمتها. يعني ايه؟ ما لا يجوز ان يفعله في حال الطلاق يجوز ان يفعله في حال اللعان. واضح؟ وجواز تزوجها أربعا سواها، ومن يحرم الجمع بينها وبينها كأختها وعمتها وغير ذلك من الأحكام. وهي أي الفرقة حاصلة ظاهرا وباطنا، أي في الظاهر، في الظاهر يعني الحكم القضائي، وفي الباطن يعني عند الله. وقول وإن كذب الملاعن نفسه غاية في قوله وهي حاصلة ظاهرا وباطنا، لئلا يتوهم أنها في هذه الصورة تحصل ظاهرا لا باطنا، يعني تحصل قضاء لا عند الشرع. لأن يعني في أحوال ساعات يبقى الإنسان يأثم قضاء وبريء إيه؟ وبريء ديانة عند الله. زي واحد مثلا متجوز أربعة وراح مطلق واحدة، وبعد انقضاء عدتها ما أثبتش طلاقها في الحكومة، طلقها كده وما عملش إثبات للطلاق، فهي قدام الحكومة تعتبر زوجة ليه، لكن في الواقع عند ربنا دي مش زوجته. وبعد بعد ما انقضت عدتها راح متزوج ايه؟ واحدة تانية، يبقى هو في الحقيقة متجوز أربعة، لكن في الحكومة متجوز خمسة. يوم يروح القاضي يحكم عليه إنه مدان، يبقى مدان قضاء ويأثم قضاء وهو بريء شرعا. فهمت ازاي؟ ديانة يعني. لكن هنا لا، هنا الظاهر والباطن سواء. خدت بالك بقى؟ يا والرابع نفي الولد عن الملاعن، أي نفي نسبه عنه إن نفاه في لعانه ولو استلحقه بعد ذلك لحقاه. افرض نفاه في لعانه وبعد اللعان لقى الواد شبهه وعمل بقى دي إن إيه وعمل مش عارف الحاجات اللي إيه بتطلع الجديدة دي، وتأكد إن الولد ده ابنه، قال له لا أنا غلطت، ده الظاهر كان يتحمل مني قبل ما يحصل منها واقعة الزنا وأنا تسرعت، فالواد ده ابني. استلحقه يلحقه بعد اللعان، بخلاف انه ما يقدرش يجوزها تاني. يعني لو استلحقه يلحقه بعده. واضح؟ والرابع نفي الولد عن الملاعن، اي نفي نسبه عنه ان نفاه في لعانه ولو استلحقه بعد ذلك لحقه، حتى لو قتل لو قتل الملاعن من نفاه. حتى لو قتل، عشان ده الواد ده ابن زنا بقى، في لحظة ثورة راح قتله، وبعد ما قتله اتضح له ان هي كانت حامل منه وان الولد ده ابنه، فاستلحقه ويلحقه حتى بعد وفاته. واخد بالك؟ وسقط عنه القصاص، وفي الحالة دي يسقط عنه القصاص لان لا يقتل الوالد بولده. فهمت؟ مش هيقتص منه، لكن يدفع دية، هتثبت في حقه الدية، وقد يعفو، لان الوالد لو قتل ابنه لا يقتل به. لماذا؟ لشبهة التأديب ولوجود الرحمة، الاثنين دول شبهتين يدفعوا ايه؟ العمد، شبهة الايه؟ شبهة العمد اللي هو يستوجب القصاص، وينتهي في الاخر يبقى قتل خطأ. نسميه في الحالة دي ايه؟ قتل خطأ. وفي الحالة دي لا تجب فيه القصاص، يعني القتل النفس بالنفس، ولكن يجب فيه الدية. فإن عفى أولياء المقتول يعني اخواته، ما هو لو أبوهم بقى هو اللي قتل أخوهم وأولياء أخواته، ففي الحالة دي أخواته يقولوا إحنا عافينا عنك يا أبونا، فهو ولا يدفع الدية إذا عفى أولياء المقتول. لكن لو تشبثوا العيال وعارفين أبوهم بقى غني وبخيل وما صدقوا، لا تدفع له الدية وياخدوها يورثوها، ما
هي ما يجراش حاجه، بس هو لا يرث فيه، لا يرث في الديه لانه قاتل، لان المفروض ان الاب لو عايش والابن مات هيرث منه ايه؟ يرث منه السدس ان كان له ايه؟ اولاد، ولو ما كانش ليه اولاد واخد بالك وليه اخوه هيرث منه الثلث ان لم يكن له اولاد ولا اخوه، لو ليه اخوه يبقى هيرث منه ايه؟ الباقي تعصيبا، يعني ياخد السدس والباقي تعصيبا بعد ما الام تاخد نصيبها، يعني على حسب قوانين الارث اللي احنا اتفقنا عليه. لكن لما يبقى هو القاتل هنا مش هيرث، لان القاتل لا يرث. موانع الارث احنا قلناها زمان ثلاثه، القتل واختلاف الدين والرق، مش كده برضو؟ دي تمنع الارث. يبقى ويسقط عنه القصاص لانه هو بعد ما قتله استلحقه فصار ابنه، ولا يقتل الولد بايه؟ بابنه. ولو اسلم ذمي بعد نفي ولده، راجل مسيحي لعن زوجته ان اللي بطنها ده مش ابني ولعنها، وبعد كده الراجل ده ايه؟ اسلم، واخد بالك؟ اسلم واستلحقه، نحكم باسلام ابنه. فهمتني ازاي؟ نحكم باسلام الولد اللي استلحقه ده. ولو اسلم ذمي بعد نفي ولده لم يتبعه في الاسلام، فان استلحقه ولو بعد موته وقسم التركه لحقه في نسبه واسلامه وورثه وتنقض القسمه. وقوله اما الملاعنه او الملاعنه فلا ينتفي عنها نسب الولد، طبعا اي لخبر الصحيحين انه صلى الله عليه وسلم فرق بينهما والحق الولد بالمراه، ولا يصح نفي احد توامين دون الاخر، لان الله تعالى لم يجري العادة بان يجتمع في الرحم ولد، في الرحم ولد من ماء رجل وولد من ماء اخر، لان الرحم اذا دخله المني انسد فمه فلا يقبل مني اخر. وتقدم ان النفي فوري، والسبب على فكره الطبي مش حكايه انسداد الرحم، ان مجرد ما يحدث حمل، حمل ما فيش تبويض تاني، بيقف التبويض، فما فيش تلقيح بويضه تانية، خلاص يفضل طول فتره الحمل المراه المبيض بتاعها ما يفقس بيض، يبقى بالتالي ما فيش ايه؟ حمل اخر. ده الاصل الطبي يعني، لكن هنا الفقهاء زمان بيعتبروا ان هو انسد فما يعديش، لا حتى لو عدى مش هيلاقي بويضه، واخد بالك؟ فمش هيعمل حاجه، لان في بعض النساء تبقى حامل وعنق الرحم مفتوح ويعملوا لها ربط وسيركيولاج وشغلانه، انتوا عارفين الحاجات دي وسمعتوا عنها، يبقى مش معناه انه بينسد يعني ينسد، لا. لكن على اي حال ده التعبير بتاع الفقهاء ايام ما كانش لسه في الطب متقدم وعارف التفاصيل دي، لكن هي ملاحظه ان معلوم ان المراه اذا حملت ما تحملش بمني اخر، خلاص. فهمت ازاي؟ ده معلومه. علتها بقى كانت عندهم انسداد الرحم، والعلة عند العلماء بعد كده علماء الطب ان هي عدم وجود تبويض في المبيض. وتقدم ان النفي فوري، لازم ينفي النسب فوري بمجرد علمه بانها حامل ويروح على طول يعمل الملاعنة، لكن لو سكت دليل انه قبل، فما ينفعش بقى يروح يتلاعب. وتقدم انه فور ما يعلم، فور ما يعلم، افرض كان مسافر وما يعرفش، رجع لقاها بتولد وتقول له مبروك جالك ولد، وهو اصلا مسافر بقاله 5 سنين، الواد ده جه منين يعني؟ واخد بالك؟ فهو ما عرفش الا بعد ما جه، يبقى ساعتها يرفع قضيه ويثبت انه كان في الخارج ولم يعلم الا الان، يبقى كده فوري. فهمت ازاي؟ يعني فور علمه. وتقدم ان النفي فوري كالرد بالعين، فان اخر بلا عذر بطل حقه من النفي فيلحقه الولد، بخلاف ما إذا كان بعذر كأن بلغه الخبر ليلا فأخر حتى يصبح، أو كان مريضا أو محبوسا ولم يمكنه إعلام القاضي بذلك، أو لم يجد القاضي فأخر حتى يجده، فلا يبطل حقه في ذلك إن تعثر عليه الإشهاد بأنه باق على النفي، وإلا بطل حقه. ولو هنئ بولد كأن قيل متعت بولدك فأجاب بما يتضمن إقرارا كآمين أو نعم لحقه، ولا يصح نفيه بخلاف ما لو أجاب بما لا يتضمن إقرارا كقول جزاك الله خيرا، لأن الظاهر أن قصده مكافأة الدعاء بالدعاء. وله نفي حمل وانتظار وضعه ليتحقق كونه ولدا، فإنه يحتمل أن الحصل نفاخ لا حمل، في ناس بيجي لهم إيه انتفاخ في البطن كده ستات ويفتكروها حمل، حمل كاذب يسموه سودوسايسيس،
فاحتمال ان يطلع انتفاخ، فممكن ينتظر حتى يطمئن ان فعلا في ولد. طبعا كان زمان، احنا دلوقتي بيطمئن على طول بالتحليل والسونار يعرف على طول، يعني تغير الحال. زمان ما كانش يعرفه الا لما يمر بقى المدة الكافية وولدت ولا ما ولدتش وحاجات. فلو قال علمته ولدا واخرت رجاء ان ينزل ميتا فاكتفى اللعان، ميتا فاكتفى اللعان بطل حقه لتفريطه. ولو لاعن لنفي حمل فبان ألا حمل بان فساد لعانه، وكذا لو لاعن فبان فساد نكاحه. يعني هو لاعن واتضح ان نكاحه كان فاسد، كان نكح بغير شهود، او نكح واخد بالك ازاي امرأة بغير اذن وليها او عدم حضوره، فنكاحه اصلا فاسد. وبعدين لاعن، يبقى اللعان ده فاسد لانه مبني على فساد. ولو لاعن فبان فساد نكاحه، وحينئذ فلا يثبت له شيء من احكام اللعان كتأبيد الحرمة وسقوط الحد ونحو ذلك. الخامس التحريم للملاعنة على الأبد، فيتأبد تحريمها لما في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم فرق بينهما ثم قال لا سبيل لك عليه. وفي سنن أبي داود المتلاعنان لا يجتمعان أبدا، أي ولا في القيامة، فلا يجتمعان حتى في الآخرة كما قال الزيادي كالشهاب الرملي. فلا يحل للملاعن نكاحا تفريع على قولي والتحريم على الأبد، فلا تحل له بوجه من الوجوه ولو اتصلت بأزواج. وقول ولا وطؤها بملك اليمين ولو كانت أما، أي وكان متزوجا بها ولاعنها. وقول واشتراها أي مثلا، فمثل الشراء غيره كهبة وغيرها، فمتى تملك بشراء أو هبة أو غيرهما لا يحل له وطؤها. وفي المطولات زيادة على الخمس، هذه الخمسة إشارة إلى أن الأحكام المترتبة على اللعان لا تنحصر في الخمسة التي ذكرها المصنف كما مر. منها سقوط، أي ومنها سقوط حد قذف الزاني الذي قذفه بها إن ذكره في لعانه كما مر. ومنها تشتير الصداق قبل الدخول، يعني يأخذ نص المهر لو لعنها قبل الدخول. ومنها أن حكمها حكم المطلقة طلاقا بائنا، فلا يلحق طلاق، إلى غير ذلك من الأحكام المترتبة على البينونة وقد تقدم ذكرها. ومنها أنها لا نفقة لها وإن كانت حاملا كما مر، لا نفقة ولا سكن ولا كسوة ولا حاجة. وقول حصانتها أي كونها محصنة في حق الزوج، أي بخلاف حق غيره، فلو قذفها أجنبي ولو بتلك الزانية حدة لاعنت أو لم تلاعن، لأن أثر اللعان مختص بالزوج. وقول إن لم تلاعن مفهوم أنها إذا لاعنت لم تسقط حصانتها فيحد الزوج بقذفها حينئذ. قول حتى لو قذفها بعد ذلك، أي بعد لعانها مع كونها لم تلاعن، لم يحد أي بل يعذر للإيذاء. ويسقط الحد أي حد الزنا الذي وجب عليها بلعانه. وقول بأن تلتعن أي بسبب ذلك، أي تلاعن الزوج بعد تمام لعانه، أي كما هو مستفاد من لفظ السقوط، لأنه لا يكون إلا فيما وجب، ولا يجب إلا بتمام لعانه وباشتراط البعدية. يعني ما ينفعش هي تلاعن وهو هي حلف أربعة وما قالش الخامس، أو حلف ثلاثة وما قالش الاثنين الباقيين، لازم يكتمل اللعان كله. وباشتراط البعدية جزم في الروضة، يعني الإمام النووي، ويدل عليه قوله تعالى ويدرأ عنها العذاب الآية، قوله فتقول في لعانها أي بأمر الحاكم أو نحوه في الجامع اللي هو التعزير أهو، يسموه إيه؟ التغليظ بالمكان أهو في الجامع، مش أي مسجد كمان، لا الجامع، المسجد الجامع اللي بتقام في الجمعة، في الجامع على المنبر في جماعة من الناس إلى آخر ما مر في لعانه من الشروط والمندوبات. ومنها التغليظ بالمكان والزمان، نعم تلاعن الحائض أو نحوها بباب المسجد لتحريم مكثها فيه، والباب أقرب المواضع فيه فيخرج إليها الحاكم أو نائبه بعد فراغ لعان الزوج فيه. لكن لا تقام الحدود في المسجد، لو هيقيم عليها بقى حد رجم ولا حاجة أو قطع يد للسارق، ولا يقام الحدود في المساجد. ليه؟ لأن ممكن أثناء قيام الحد يتلطخ الدماء ويحصل صراخ، وده كده لا يليق بالمسجد. قوله إن كان
الملاعن حاضرا فإن كان غائبا ميزته باسمه ونسبه كما في جانبي، وإنما قيد الشرح بذلك لأجل قول المصنف أشهد بالله إن فلانا هذا، فإن قال هذا خاص بالحاضر كما هو ظاهر لا من الكاذبين أي علي فيما رماني به من الزنا كما في بعض النسخ. وقول وتكرر الملاعنة هذا الكلام أي الذي هو قولها أشهد بالله 4 مرات، أي لقوله تعالى ويدرع عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين. وأفهم سكوته عن ذكر الولد في لعانها أنها لا تحتاج إليه، يعني هي مش محتاجة بقى إيه تذكر الولد في أثناء اللعان لأنه منسوب إليها كده كده، ولو تعرضت له لم يضر. بعد أن يعظها الحاكم أي ندبا ويأمر امرأة بأن تضع يدها على فمها في الإيه قبل 5، يعني تقول لها إيه، تقول لها خدي بالك ده عذاب الآخرة أشد، اعترفي أحسن واسكتي، اوعي تكوني بتكذبيه وهو صادق. لعلها أن تنزجر. وقوله أو المحكم أي بشرطه السابق فتنبه. وقوله بتخويفه أي تصوير للوعظ كما مر نظيره، وإنه أشد من عذاب الدنيا، يعني يقول لها عذاب الآخرة أشد من عذاب الدنيا، كأن يقول لها عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. وعلي غضب الله، والحكمة في اختصاص لعان المرأة بالغضب ولعان الرجال باللعن أن جريمة الزنا أعظم من جريمة القذف، والغضب أعظم من اللعن، لأن الغضب إرادة الانتقام واللعن البعد والطرد، فجعل الأغلظ مع الأغلظ وغير الأغلظ مع غير الأغلظ، لأن القذف أخف من الزنا والزنا أشد، وهو في حال لعانه بيقذفها، فخلى اللعن واللعن أخف من الغضب في جانب الرجل ثم الغضب في جانب المرأة لأنه أشد، لأن الزنا أشد من القذف. وما ذكر من القول المذكور أي من قول الزوج أشهد بالله إني لمن الصادقين إلى آخر الكلمات 5، وقول الزوج أشهد بالله إنه لمن الكاذبين إلى آخر الكلمات 5، وقول محله في الناطق أي زوجا أو زوجة، أما الأخرس مقابل للناطق فيلاعن بإشارة مفهمة أي 5 مرات بدل الكلمات 5 في جانب كل من الزوج والزوجة. ولو أبدل في كلمات اللعان إشارة إلى أحد الشروط السابقة كما تقدم التنبيه عليه، وقول لفظ الشهادة بالحلف، وكذا لو أبدل لفظ الله بلفظ الرحمن مثلا، وقوله لم يصح في الجميع أي جميع هذه السور. والله تعالى أعلى وأعلم. واقفين كده على باب أحكام العدة وأنواع المعتدة يوم الاثنين القادم إن شاء الله. أي طب تاني له بعد وفاته الاحكام في اسلامه. ايوه طب ديانته بقى الولد ده لو قبل سن البلوغ وبعد سن البلوغ ديانته هل كده؟ لو هو ابوه ذمي بيلحق بديانه ابيه ان كان صغيرا فينشا عليها، لو بلغ بنخيره. الولد مات، الولد اصلا ميت على الفطره، لكن احنا بنتكلم على احكام الدنيا. احكام الدنيا تبع لديانه ابيه وامه، او لو اختلفت الديانتان يبقى تبع للاعلى، الاعلى في الديانه. يعني افرض امراه في اوروبا مثلا اسلمت وظلت متزوجه زوجها، لان ما تعرفش ان لا يجوز انها تستمر المراه بزواجها لانها جاهله بالاسلام، هي دخلت في الاسلام وفضلت عايشه مع جوزها المسيحي الاوروبي وقاعده بتنجب في عيال، متعرفش ان كده غلط، ان الاسلام بيمنعها انها تستمر في الزوجيه. فالاولاد دول اللي أنجبتهم في حال إسلامها بالرغم من زوجها مسيحي وهي مسلمة، يلحقوا الأم في الإيه في الديانة، يلحقوا الأعلى في الديانة. وكذا الرجل لما يتزوج كتابية، والرجل المسلم يتزوج كتابية ولاده كلهم مسلمين، يعني بيلحقوا الأعلى في الديانة، واخد بالك إزاي؟ ويلحقوا الأدنى في الحرية والرقة. يعني لو أحدهما رقيق يطلع العيل رقيق، لو أحدهما مسلم يطلع العيل مسلم. أيوه هو لعنها، فالولد مش مع والدته، والدته ذميه. هو كده ذمي، الولد مات. لا مين قال لك انه هيبقى ذمي؟ ما هو لو لعنها هيمشي مع الام خلاص وينتسب نفي نفسه. تمام. كون بقى هي بقى يمكن تطلعه مسلم او ما تطلعوش، لو ما طلعتوش هيطلع ذمي زيها. لو استلحقه هو بقى. لو استلحقه يبقى يسلم على طول. طب لو كان الولد مات؟ لو الولد مات ما هو هيبقى مسلم علشان يورثه. ما هو علشان ما يبقاش في اختلاف دين، ما هو هينبني عليها احكام. لو احنا حكمنا ان الولد ده مات على الاسلام هينبني عليها احكام ارث، انما لو مات على غير الاسلام هينبني عليها منع الارث. طب
لو كان بلغ ومات يبقى هو مات، سواء مات بقى هو الارث مش متعلق بالبلوغ وعدمه، الارث مش متعلق بالبلوغ وعدمه. ممكن عيل صغير طفل قد كده عنده 1,000,000 جنيه ومات هيورثه ورثه العاديين، يعني بكلتا الحالتين يحكم ليه ان هو اصبح مسلم فيرث ابيه. ايوه علشان يتم الارث، لكن لو ما حكمناش باسلامه هيختلف في الارث. طب وديانته بقى عند الله اللي بيميلوه قبل البلوغ في الغالب انه ايه يعني على الفطره. فيها خلاف في 4 مذاهب في المساله، اللي هم مات ابناء الكفار اللي هيموتوا دول ابناء الكفار قبل الحلم هيبقوا ناجين ولا غير ناجين. بعضهم قال ان هم هيبعثوا يوم القيامه ويبقوا ايه اطفال في الجنه، ما يبقوش في سن ال 33، يبقوا اطفال بس في الجنه، واخد بالك في سنهم. وبعض العلماء قالوا لا دول يبعثوا على الفطره، واخد بالك ازاي. وبعضهم قالوا انه زي بالظبط اللي نشأ في مكان ما سمعش عن الاسلام، عاش في غابة زي اسماعيل ياسين، زي طرزان في الغابة كده، فاكر اسماعيل ياسين اما كان طرزان في الغابة ما سمعش حاجة، عاش في وسط الحيوانات لحد ما مات، ما سمعوش على عن نبي ولا حاجة. ده حكمه ايه في الاخرة؟ زي حكم الاطفال دول. واخد بالك. بعد البلوغ لو وصلوا الاسلام وسمعوا ورفضوا يبقى حكم الكافر. بس هل هو ما يعذرش هنا نتيجه ان هو يعني ابوه لعن امه ولا مالوش دعوه؟ هو الحكايه دي اصل الاسلام مالوش، لو بلغه ودرسه واختار الكفر يموت كافر، لو ما بلغوش يبقى هو ايه، يا اما هيختبر في الاخره يا اما ربنا هيبعثه ويحاسبه على ما لو عرض عليه على علمه القديم، على مقتضى علمه القديم، لان ربنا اخذ قبضه للجنه وقبضه للنار، فلو كان من قبضه الجنه هيدخلوا الجنه، ولو كان من قبضه النار هيدخلوا النار. او ربنا يختبرهم في يوم القيامه فياتيهم داعي لهؤلاء الناس ويقول انا داعيكم من الله وانا رسولكم الى الله، القوا انفسكم في هذه النار، فلو سمعوه القوا انفسهم في النار وجدوا انهم في الجنه. واخد بالك، وردت احاديث من مثل هذا، واخد بالك كل ده. لكن الأطفال عموما في الغالب أنهم ناجين، واخد بالك، والله تعالى أعلى. وإن كان فيها خلاف لكنه خلاف الراجح فيه أنهم ناجين. يلا يا سيدي، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت.